الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناءنا طلبة الصف العاشر أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في عرض سلسلة مادة اللغة العربية للصف العاشر اليوم إن شاء الله سوف نواصل ما بدأناه سابقا في فرع الأنشطة النحوية والصرفية ونبدأ معكم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في درس جديد. قلنا كنا قد تكلمنا في لقائنا السابق بان دروس الفصل الدراسي الثاني هي دروس ماذا؟ دروس المخصصه للصف العاشر في فرع الانشطه الصفيه متعلقه بما يسمى في اللغه العربيه بماذا؟ بالتوابع. التوابع عرفنا التابع الاول في اللقاء السابق وهو ماذا؟ من يتذكر التوابع، التوابع طبعا مطلوب منا دراستها في هذا الفصل اربعه توابع. أخذنا التابع الأول اللي هو ماذا؟ أن النعت، نعم، وعرفنا أقسام النعت. قلنا أن النعت عندنا ينقسم إلى نعت حقيقي ونعت سببي ومثلنا على على النوعين كليهما. اليوم إن شاء الله سناتي إلى تابع جديد، هذا التابع ليس بالغريب عليكم، درستموه سابقا، عرفتم هذا التابع. ألا وهو ماذا؟ العطف. درستم درس العطف في مراحل في مراحلكم السابقه تقريبا في الصف الرابع وفي الصف الخامس الاساسي درستم درس ما يسمى العطف، وعرفتم بعضا من حروف العطف. ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذه السنه سندرس العطف، لماذا سمي العطف من التوابع؟ لاحظوا النعت اسميناه لانه عندنا ماذا؟ عندنا نعت وعندنا وعندنا ماذا؟ زايد منعوت. فالنعت هذا يتبع من؟ يتبع المنعوت. ايضا هنا عندنا عندنا عطف وعندنا ماذا؟ وعندنا معطوف معطوف عليه، اذا هذا العطف يتبع من؟ يتبع المعطوف عليه في الاعراب، ايضا النعت يتبع المنعوت عليه في الاعراب ويتبعه في اشياء عرفتموها في اللقاء السابق، اليوم ان شاء الله سناتي الى درس العطف، درس العطف يعني طبعا به شيء من الاضافه البسيطه السهله سنعرف اهدافنا في هذا الدرس ان شاء الله. هنا في الاهداف عزيز الطلاب او عزيز الطالب يتوقع يتوقع منك في هذا الدرس ان تتحقق ان تحقق بعضا من الاهداف اولا يتوقع من الطالب ان يعرف اسلوب العطف تعريفا دقيقا نعرف اسلوب العطف ايضا ويعدد احرف العطف في السابق انتم درستم درس العطف وعرفتم اربعه حروف اليوم ان شاء الله ستكون هناك حروف جديده لهذا نضيفها لهذا الدرس ايضا نبين معاني احرف العطف وهذا هو المهم في درسنا اليوم. سنركز على ما هو العطف المناسب للمعنى المناسب او للمعنى المراد وسنكتشف ذلك من خلال الامثله وهو ما ستسالون عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى في الانشطه في الاختبارات القصيره، ما المعنى الذي افاده حرف العطف او متى استعمل حرف العطف المعين في المعنى المناسب له. نركز على هذه الجزئية لأن هذه هي الإضافة الجديدة عندنا، أيضاً هنا عندنا إضافة جديدة لماذا نضيف بعض من حروف العطف إلى الحروف اللي درستموها سابقاً، أيضاً نوضح الوظيفة النحوية لماذا لأحرف العطف هذه. خلونا نبدأ أولاً بتعريف العطف، أسلوب العطف, العطف تعريفه هو إتباع لفظ بآخر أو جملة بأخرى بواسطة حرف من حروف العطف، إذاً لاحظوا هنا نركز إتباع لفظ أو إتباع ماذا أو جملة والسنة نوضح أيضا اللفظ هذا إما أن يكون اسم أو إما أن يكون ماذا فعل وإما أن يكون ماذا أن تكون نعطف جملة على على جملة حروف العطف عندنا الحرف اللي درستموه أنتم سابقا هو حرف ماذا حرف الواو من حروف العطف وأيضا حرف درستم حرف الفاء ودرستم حرف ثم ثم وعندنا حرف لو هذه الأربعة حروف اللي درستموها أنتم سابقا الحروف إن شاء الله الجديدة التي ستدرسونها في هذا اللقاء اليوم نضيفها إلى حروف العطف وحرف العطف ماذا أم حرف العطف أم ليس يعني هي حروف ليست بالجديدة عليكم تستعملونها سابقا أيضا حرف لا حرف لا لاحظوا هذا الحرف لا ونركز عليه هذا الآن يصادفكم للمرة الثالثة صادفنا في لا الناهية صادفنا في لا النافية للجنس واليوم يأتينا حرف لا أيضا حرف من حروف العطف فهنا نركز في هدفنا الوظيفة الدلالية أو النحوية اللي, يؤديها حرف العطف ماذا يؤدي؟ هل يؤدي يعني وظيفة لا النافية للجنس؟ أم لا النافية تنفي حدوث الشيء؟ لا الناهية تنهى لا تفعل كذا زين؟ لا تفعل تنهي تنهي عن فعل تنفي تنفي حدوث الشيء لا 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 لا, لا حاضر اليوم انا ما نهيت لا ولكن نفيت عن الحضور لا يوجد حضور اذا هنا لا نافية متى تكون لا عاطفه هذا ما سنعرفه ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء لاحظوا الحرف الاخر ايضا لكن لكن مرت علينا سابقا لكن واليوم ستمر علينا ايضا ستكون حاضره معنا ولكن وظيفتها وظيفه حروف العطف ايضا حرف الاخر اللي هو من حروف العطف بل إذا هذه هي الحروف مطلوب منا معرفتها الواو والفاء وثم وأو هذه الحروف الأربعة نضيف لها أربعة حروف أخرى اللي هي الأم واللا لاحظوا لا لا نقول لا إنها ولا ولا لأنها لا بمفردها ولكن وعندنا حرف العطف بل أه تعال نشوف المعاني اللي تفيدها أه حروف العطف هذه أو قبل لا نأتي نتعرف على أسلوب العطف أو أركان العطف ما يسمى بأركان العطف يعني لما يكون عندنا أسلوب العطف نحن أولًا بحاجة إلى ماذا إذا إذا كانت توجد لدينا أداة أداة عطف إذا خلاص اكتمل أسلوب العطف طيب الأداة هي الأساس أداة العطف واحدة من الأدوات اللي شاهدناها الآن الواو أو الفاء أو ثم أم بل وماذا ولكن هذه أدوات العطف نحتاج إلى ماذا نحتاج إلى معطوف عليه المعطوف عليه ونحتاج إلى ماذا إلى العطف إذا هنا ترتيب أركان أسلوب العطف أولا تكون عندنا الأداة ثم المعطوف عليه ومن ثم المعطوف إذا أين التابع؟ لاحظوا الآن عندكم أين التابع؟ من خلال المثال ستعرفون الآن من هو التابع شوفوا هذا المثال قابلت المعلم والطالب في المكتب قابلت المعلم والطالب في المكتبي. ها من, من الأدوات اللي عرضناهن الآن حروف العطف عندنا أداة العطف أو حرف العطف عندنا من؟ الواو عندنا الواو هي أداة العطف زين خلونا نشوف أين المعطوف عليه؟ طبعا المعطوف عليه يأتي يأتي أولا المعلمة قابلت فعل وفعل أنا المعلمة مفعول به قابلت المعلمة لاحظوا معطوف عليه من المعطوف؟ الواو من قابلت مع المعلم؟ لاحظوا اشترك في المعنى من قابلت مع المعلم؟ أيضا قابلت مع المعلم من؟ الطالب قابلت الطالب إذا الطالب هو المعطوف عليه من التابع هنا؟ هل التابع المعلم من اللي قابل أولا؟ قابلت من أولا؟ المعلم من الطالب؟ ها؟ المعلم أتت في اللفظ في اللفظ الأولى أتت اللفظ الأولى المعلم أيضا قابلت مع المعلم من الطالب اشترك معه في المعنى إذا الطالب هو التابع في المعنى الطالب هو التابع إذا هذا المعطوف هو التابع لاحظوا لأن كثير من زملائكم لما يطلب منهم استخرج لو حدد اركان العطف في في المثال الاتي تجده يعني لا يستطيع التمييز في بعض في احيان قليله بين المعطوف عليه وبين المعطوف، لا المعطوف عليه ياتي اولا قبل اداه العطف، اما المعطوف هو ياتي بعد اداه العطف وهو التابع، لاحظوا المعلم منصوب اذا الطالب ماذا؟ الطالب منصوب. وهذه دائما نقول نحن في القاعدة في اللغة العربية المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب يتبعه إذا كان المعطوف عليه منصوب إذا المعطوف يجب أن يكون منصوب ولذلك سمي ماذا سمي تابعا سنأتي طبعا هنا هذا فقط المثال لتوضيح أركان أسلوب العطف سنأخذ كل حرف ونتناوله بنوع من التفصيل وما هو المعنى الذي يفيده كل حرف كل حرف لاحظوا هنا عندنا أمثلة توضيحية لهذه الحروف اللي هي الواو والفاء وثم وهنا يعني يبرز أو يظهر جمال اللغة العربية زين نتتبع لاحظوا نفس الجملة وغيرنا فقط حرف العطف حضر محمد وخالد إلى الفصل محمد وخالد حضر محمد فخالد إلى الفصل حضر محمد ثم خالد إلى الفصل نفس الجملة اللي الشخص الذي لا توجد لديه دراسه بجماليات اللغه العربيه وجماليات حروف اللغه العربيه لا يستطيع يقول هذه الجمل كلها متشابهه لا، هذه الجمل كلها ليست متشابهه والسبب في ذلك ان تغيير حرف واحد من هذه الحروف ادى الى اختلاف ماذا؟ الى اختلاف تركيبه الجمله اثر في معنى الجمله، لاحظوا خلونا نرى حرف الواو هنا. ما الفرق بين هذه الجمل الثلاثه؟ حضر محمد وخالد. الى الفصل من حضر اولا محمد ولا خالد مم. ما نستطيع ما, ما, تستطيع حضر محمد وخالد او حضر خالد ومحمد الواو هنا افادت الجمع في المعنى الواو افادت ماذا الجمع في المعنى تجمع في المعنى ما تستطيع تقول لي من اللي حضر اولا ما نستطيع نجيب لكن في السؤال هذا الثاني نستطيع ان نرتب حضر محمد فخالد من الذي حضر اول حضر محمد وبعده مباشره آه خالد أو أقول دخل محمد فخالد لاحظ هنا أنا أستعمل حرف الفاء متى عندما أريد أن أرتب ترتيب ولكن أيضا كلمة ثم حضر محمد ثم خالد أيضا أستعملها في الترتيب لكن ما الفرق بين الفاء وثم هنا يقول لك في الفاء وسنأخذها في الأمثلة القادمة إن شاء الله تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة لا يوجد فاصل يعني فاصل طويل أو, أو مدة زمنية طويلة بينهم لا اما ثم استعملها عندما يكون ماذا يعني انا اعرف خلاص شخص مختص في اللغه العربيه اقول ماذا حضر محمد ثم خالد طبعا انا اتيت بنفس المثال حتى نبين فقط الفرق بعدين راح تكون في امثله توضيحيه واكثر نفهمها يعني هنا افهم ان ثم ان خالد حضر ليس مباشره وانما هناك فاصل زمني من حضور بعد حضور محمد حضوري زين اذا الواو تفيد نستعملها في شيء معين الفاء نستعملها في شيء معين وثم أيضا تفيد شيء معين سنأخذ آه هذه الأمثلة بنوع من التفصيل وبأمثلة توضيحية خلنا نبدأ أولا بحرف الواو حرف العطف الواو ماذا يفيد؟ حرف العطف الواو يفيد الجمع في المعنى بين شيئين أو أكثر أو نقول يفيد المشاركة في المعنى سواء كان نعطف اسم على اسم أو فعل أو جملة على على جملة زين إذا هو يفيد المشاركة في المعنى ناخذ مثال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وجوهكم وايديكم الى المرافق. لاحظوا الان استخرجوا حرف العطف الواو حرف العطف الواو هنا هذا عندنا حرف العطف الواو عندنا وجوهكم وعندنا ماذا وايديكم ما المطلوب منا؟ الغسل احسنتم نغسل الوجوه ونغسل ماذا الذي اشترك في المعنى اذا حرف الواو هنا افاد الجمع في افاد الجمع في المعنى افاد الجمع في المعنى واضح حرف العطف الواو يفيد الجمع في المعنى بين شيئين او اكثر أه نشوف حرف الفاء حرف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب نرتب ومباشره نعقب خلونا نشوف المثال قال الله سبحانه وتعالى ثم اماته فأقبره هذه ليست الواو هذه الواو للضم ثم أماته فأقبره عندنا حرف الفاء لاحظوا بعد الموت مباشرة الإنسان ماذا يقبر يدفن إذا لا يوجد فاصل فاصل زمني أماته فأقبره وهنا ركزوا عندما تقرؤون القرآن الكريم كثير من الآيات ترد فيها هذه هذه الحروف ونجد بعض بعض الأحيان الإنسان ربما أثناء قراءته يخطئ مثلا لا يستطيع التمييز بين حرف الواو وحرف الفاء في بعض الايات مثلا ولا تعتبر هذا شيء يعني شيء سهل لا كل حرف له معنى ويفيد شيء معين فبالتالي ما تصلح يعني طبعا نقول انت آه ثم اماته وأقبره سبحان الله هنا راح يختل معنى الايه لانك انت جمعت ماذا؟ جمعت في المعنى بين الموت وبين وبين الاكبار وهنا لا يوجد جمع حرف العطف افاد ماذا؟ الترتيب والتعقيب مباشرة، بعد الموت الانسان ماذا؟ يقبر ويدفن. زين، واضح الان؟ خلونا نشوف الحرف العطف الثالث اللي هو حرف ثم. حرف ثم ماذا يفيد؟ يفيد الترتيب مع مع التراخي. خلونا ننظر الى المثال: أزهر الشجر ثم أثمر. ما نستطيع أن نقول طبعا لو قلت أزهر الشجر وأثمر صح أنت جمعت في المعنى لكن هل يزهر ويثمر مع بعض في نفس الوقت لا هل يزهر فيثمر مباشرة لا يزهر ومن ثم بعد فترة بسيطة تجد ماذا تبدأ الثمار بماذا بالظهور إذا لاحظوا نستعمل حرف العطف ثم لماذا لأنه عندنا ترتيب وتراخي أي هناك فاصل مدة زمنية إذا نستخدم ماذا استخدم حرف العطف ثم للترتيب والتراخي التراخي نقصد وجود فاصل زمني واضح أزهر الشجر ثم أثمر طبعا الآن ننتقل إلى حرف العطف الرابع حرف العطف الرابع اللي هو حرف أو درستموه سابقا الآن الواو الفاء ثم أو أو ماذا يفيد في رأيكم حرف العطف أو خلونا نشوف الخيار الأول أو أو الفائدة الأولى يفيد الشك يعني أستحمل حرف العطف أو عندما أشك في ماذا في حدوث شيء مثلا أو من عدم حدوث رؤية شيء من عدم رؤيته كما في الآية الكريمة قال تعالى قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم صدق الله العظيم ما عارفين كم لبثوا هل هم لبثوا يوما أو بعض أو بعض يوم هنا شك عندهم عندهم نوع من الشك اذا استعمل حرف ماذا؟ حرف العطف او ما نقول ما نقول عند الشك لا تستعمل حرف العطف الواو ولا الفاء ولا ثم لان هذا ليست من 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 اختصاصها او ليست من ماذا؟ من من معانيها، الشك نستعمل له حرف العطف او اذا حرف الاو الفائده الاولى له ماذا؟ للشك. ايضا او الفائده الاخرى كلكم تعرفوها نستعملها لماذا؟ لي التخيير عندما تريد أن تختار تختار شيء معين تستعمل ماذا أو تفاضل بين شيئين موجودين تفاضل بينهم تستعمل حرف العطف ماذا أو هنا يطلب منك يقول لك أدرس الطب أو الهندسة فكلاهما تخصص مفيد محتار ماذا يدرس فهو عنده ماذا لديه خياران إما أن يدرس الطب أو الهندسة لاحظوا هنا أنت تختار واحدة هنا في المثال الأول لا هنا الشيء وقع خلاص هنا وقع وشك هنا عندك اختيار تختار اذا او تفيد الشك واحد واثنين تفيد ماذا؟ تفيد التخير هذا بالنسبه لحرف العطف او. ناتي الى حرف العطف الخامس اللي هو حرف ام وهو من الحروف الان اللي انتم الجديده اللي تدرسوها الان في هذه السنه. حرف العطف ام ماذا يفيد حرف العطف ام؟ يفيد التعيين بعد الاستفهام. يعني بعد أو, او او بعد همزه الاستفهام او بعد الاستفهام اذا سبق حرف العطف استفهام فهو يفيد ماذا؟ يفيد منك تعين كما في المثال اسيبويه وضع علم العروض ام لاحظوا اتانا حرف العطف هنا ماذا يفيد؟ سالك في الاختبار او سالك في النشاط، ماذا اوضح أو الفائده التي افادها معنى حرف العطف ام؟ ام انظر هل يوجد قبلها استفهام او همزه استفهام، نعم يوجد اذا هي تفيد ماذا؟ تفيد التعيين، مطلوب مني ماذا اعيّن؟ اذا الفائده الاولى التعيين اذا سبقت بماذا؟ باستفهام. أقرأ محمد الدرس ام خالدٌ؟ لاحظوا هنا ما ما في عندنا مثلا أ اذا شفت أقرأ محمد الدرس ام خالدٌ؟ ايوه أين المعطوف وأين المعطوف؟ المعطوف عليه محمد عطفنا عليه من؟ خالد، لماذا ما يصلح أقول واو أو أو؟ لماذا؟ أقرأ محمد الدرس أو خالد؟ لاحظوا أو أو أيضا يعني لما تأتي في المعنى ما نلاحظ أنه فيها فيها يعني اختلاف كثير في في في, في تركيبة الجملة، نعم صح ولكن الأصح والأفضل أن نكتب أم بدل ماذا؟ بدل أو، لماذا؟ لأن الجملة فيها استفهام. إذا لما يوجد الاستفهام عندنا في الجملة خلاص نستعمل من أم يفيد من عندي التعيين ولا يفيد ماذا للتخيير ما بغني الآن أختار لا أريد مني أن أعين أعين شيء واحد فقط زين أما هناك في أول لما قلنا في التخيير أدرس الطب أو الهندسة كلاهما كلاهما كلا التخصصان ماذا مفيدان فأدرس أختار واحد هنا لا هنا ما يريدني أختار هنا أريدني أن أعين هل سيبوي أم أستاذه الخليل واضع علم ماذا علم العروض واضح؟ الفرق بين التخيير وبين التعيين، التخيير عندنا خيارين لذلك لا تضعه هنا وتقول الجمله صحيحه، لا ليست صحيحه لان عندي ماذا؟ عندي استفهام والاستفهام تفيد تفيد التعيين. الاستفهام تفيد التعيين. ايضا ام ام سهله الخيار الثاني او الفائده الثانيه لها تفيد ماذا؟ تفيد شيء جديد لديكم اللي هو ماذا؟ تفيد التسويه. لاحظوا لما نقول تفيد التسويه يعني بعد كلمه سوا اذا سبقت ام بكلمة سواء فهي تفيد ماذا؟ التسوية، قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إذا عندنا حرف العطف أم هنا ماذا أفاد؟ أفاد التسوية لأنه سبق بكلمة سواء، إذا حرف العطف أم لاحظوا كيف سهل وبسيط، حرف العطف أم أنظر، هل سبق بهمزة الاستفهام أو باستفهام؟ فأقول عنه أنه يريد مني التعيين لأنه سبق باستفهام معين شيء واحد. تسويه سواء عليك ذاكرت ام لم تذاكر سواء عليك حضرت ام لم تحضر شوف يعني كل الامر سيان او الامر متشابه سواء اذا تفيد التسويه بعد كلمه سواء واضح ام حرف العطف ام ننتقل الى حرف اخر من حروف العطف الحروف الجديده عندنا حرف الا وننتبه الا ماذا يفيد حرف العطف او متى نقول عن هذه اللا متى نقول عنها حرف عطف؟ اذا افادت الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، وتكون بعد كلام مثبت، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني اثبت الكلام لما قبلي وانفيه عما بعدي. فاذا هنا تؤدي يؤدي حرف لا وظيفه ماذا؟ وظيفه حروف العطف، وظيفه حروف العطف. قام زيد لا خالد، الذي قام هو من؟ هو زيد وليس خالد أن إذا أثبت الحكم أثبت حكم القيام لمن لزيد خالد هنا لم يقم إذا أفادت ماذا هنا إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها تنفيه نفيت عن من خالد لم يقم الذي قام هو زيد واضح حرف العطف لا ننتقل إلى حرف عطف آخر اللي هو لكن لكن ماذا تفيد درستموها سابقا وعرفتموها تفيد ماذا ما زالت هي نفسها نعم تفيد ماذا الاستدراك بشرط أن يسبقها نفي نفي أو نهي، تستدرك، شوف ما تثبت هنا لا لما قلنا إثبات الحكم ما سبقت لا بنفي ولا ولا بنهي، لكن لا تفيد الاستدراك ويسبقها نفي أو نهي، كما في المثال الموجود عندنا لا يتقن العمل المتسرع لكن من؟ لكن المتأني، هذا حرف العطف لكن المعطوف عليه المتسرع والمعطوف اللي هو المتأني ماذا افاد حرف العطف الاستدراك لا يتقن العمل المتسرع المتسرع لكن المتأني من الذي يتقن العمل المتأنى؟ استدركت استدركت هنا ايضا سبقت بنهي لا تشرب الماء لكن اللبن مثلا في الماء مفيد واللبن ماذا واللبن مفيد ولكن كل, كل 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 شيء او كل مشروب من هذه المشروبات في ماذا في وقت فالشخص هنا ينهى في وقت معين لا تشرب الماء اشرب ماذا اشرب اللبن واضح لا تشرب الماء لكن اللبن الماء اشربوه وبكميات كثيره والجسم يحتاج الى نسبه معينه للي للي للماء لشرب الماء لان الماء يؤدي ماذا يؤدي وظائف كثيره في جسم في جسم الانسان وكذلك ماذا اللبن مفيد اذا هنا لكن استدركت تفيد افادت معنى الاستدراك افادت معنى الاستدراك يعني استدركت الكلام بشيء اخر واضح معنى الاستدراك نأتي أيضا إلى بل وننتبه للحرف الأخير حرف العطف بل ماذا يفيد؟ يفيد الإضراب بعد إثبات أو أمر ما معنى الإضراب؟ الإضراب اكتشفوه من هذا المثال أحرز المركز الأول سعيد بل بل محمد يعني أخطأت أنا في الكلام حضر محمد لا هو محمد أبدا ما حضر إلا حضر خالد أقول خال بل خالد هنا أحرز المركز الأول سعيد بل محمد إذا أنا أضربت الذي أحرز المركز الأول من؟ الذي أحرز المركز الأول هو محمد وليس سعيد سعيد أتى في الكلام سهوا أو, أو أتى يعني خطأ أتى سعيد كذا وهو يتكلم ولكن ماذا أفاد أضربت عن هذا المعنى قلت من محمد أو كنت نسيان محمد سعيد أحرز, أحرز المركز الثاني واضح ولم يحرز المركز لو إذن هنا أفادت معنى الإضراب بعد إثبات أو أمر أثبتنا الجملة أثبت أحرز المركز أو أمر أو أمر, أو أمر تفيد الاستدراك لاحظوا متى تفيد بل تفيد الاستدراك يعني بل تشبه لكن تشبه لكن في معنى واحد لا لكن اللي مرت علينا منذ قليل تفيد ماذا تفيد الاستدراك أيضا بل تفيد عندنا معنيين المعنى الأول الإضراب كما في المثال ألف والاستدراك كما في المثال الثاني لا تحتفظ بعلمك فيك الراسك بل رأسك بل رأسك واضح إذا هنا أفادت ماذا أفادت بل أفادت الاستدراك أفادت الاستدراك وأيضا لو استعملت لكن لكن أيضا تكون ماذا؟ تكون أيضا صحيحة إذا بل ولكن يؤديان معنى الاستدراك بعد نفي أو نهي لكن الفرق بين بل ولكن أن بل لها كم وظيفة؟ لها وظيفتان الوظيفة الأولى اللي هي ماذا؟ الإضراب يعني تغير المعنى تستعمل تستعمل ماذا؟ تستعمل تستعمل بل هذه بالنسبة لماذا لحروف العطف؟ خلونا نشوف معانيها كذا وهي واضحة وموجودة عندكم في الكتاب ونركز على معاني حروف العطف لأنه هو المطلوب من مننا بشكل يعني كبير جدا بنسبة كبيرة جدا أن لازم نعرف معاني حروف العطف لأنه في الأمثلة أعطيني مثال ويطلب مني ماذا؟ أستخرج أو أختار الحرف المناسب لهذا المعنى، معاني حروف العطف كما هي واضحة معكم في الشاشة الواو تفيد الجمع بين شيئين أو أكثر للمشاركة خلاص الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب عرفنا ما معنى التعقيب تعقيب أي ماذا يكون الفعل أو الحدث مباشر مباشرة ثم تفيد الترتيب مع التراخي التراخي أي يكون هناك عندي مهلة أو فاصل أو فترة ماذا زمنية أو تفيد التخيير أو الشك عندنا اثنين عندنا لها تفيد معنيان اللي هما التخيير أو الشك أم تفيد إذا هذا خلاص أم تفيد أيضا معنيين تفيد معنيان اللي هما ماذا التعيين بعد همزه الاستفهام سواء كان همزه او ماذا او او سؤال استفهام هل هل بدل الهمزه اذا هي بعد الاستفهام تفيد التعيين وتفيد التسويه بعد كلمه بعد كلمه سواء. لا خلاص انتهينا منها تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها. لكن تفيد الاستدراك ويجب ان يسبقها ماذا؟ يسبقها نفي او نهي، يسبقها نفي او نهي. بل تفيد الاضراب خلاص بل تفيد ماذا؟ الاضراب بعد اثبات او امر وتفيد الاستبراك الاستدراك بعد نفي او نهي، هذه هي معاني معاني حروف العطف، نركز عليها جيدا ونحاول اننا ماذا؟ نفهم هذه المعاني ونطبق عليها. خلونا نشوف درس العطف في الاختبارات النهائيه، كيف تاتي اسئله العطف في الاختبارات النهائيه. طبعا مثل ما هو معلوم لديكم أن الفرع الأنشطة النحوية والصرفية أو قسم النحو والصرف في الاختبار أولا في البداية تكون لدينا ماذا؟ لدينا فقرة هذه هي ومن ثم بعد ذلك تكون أسئلة تعالج كل الدروس اللي درسناها في, في هذا الفرع في فرع الأنشطة النحوية والصرفية فلاحظوا عندنا الفقرة يا أما أن أعرب ما تحته خط أو استخرج زين او ضع او بين يعني يكون عندي اسئله على هذه الفقره وتعالي كل لاحظوا هنا عندي بدل بعض من الكل هذا درس البدل ان شاء الله سبحانه وتعالى سيكون درسنا في اللقاء القادم درس البدل من التوابع فلا تستبقوا الاحداث ايضا هو درس سهل وبسيط لكن احنا الان اليوم ما يهمنا هو درس ماذا؟ درس العطف لاحظ يقول استخرج استخرج الاتي وهذا سؤال الاستخراج موجود في كل اختبار حرف عطف يفيد الاستدراك محددا المعطوف عليه حرف عطف يفيد الاستدراك اذا ما هي الحروف اللي تفيد الاستدراك الان اللي احنا قلنا عنها تفيد الاستدراك عندي بل وعندنا ماذا زايد لكن وننتبه لا اذا سبقت بماذا الشرط عندنا اذا سبق بنفي او نهي اذا سبق بنفي او نهي فنا خلاص انا انت عارف حروف العطف عارف ما ابحث عن حرف الواو او حرف الفاء الف او ثم او او لا، اقال يقول يطلب مني يفيد ماذا؟ يفيد الاستدراك، اذا ابحث هنا وستجد حرف من؟ حرف بل او حرف لكن يعني حروف عطف كثيره ستجدها هنا موجوده عندي مثلا حرف العطف واو زين؟ لان ما اريد حرف العطف الواو هنا يفيد الجمع في المعنى، يفيد الجمع في المعنى وهنا يريد ماذا؟ وهنا يريد الاستدراك، اذا ابحثوا عن حرف بل او حرف لكن وستجدون ان شاء الله موجود في الفقره اين موجود؟ نعم ما استهوتها ما استهوتها والحرب ما استهوتها هنا الرذيله بل ايوه نعم هذا بل لاحظوا شيء مهم وايضا طلب مني احدد ركن من اركان العطف اللي هو ماذا؟ المعطوف عليه واحنا رتبناهم تذكروا هذا الترتيب اداه العطف لاحظوا اداه عطف الترتيب قبل أداة العطف ماذا؟ وبعد أداة بعد أداة العطف يأتي التابع اللي يتبع من؟ هنا يتبع ما قبل دائما كلمة تابع يعني تتبع ما قبلها إذا هنا التابع يسمى معطوف تبع من؟ معطوف عليه تبع معطوف عليه إذا المعطوف عليه يأتي هذا عندنا أسلوب العطف أسلوب العطف هذا أين الأداة؟ الأداة هذه بل أين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه قبل أداة العطف الرذيلة إذا أداة الاستدراك بل المعطوف عليه يكون ماذا المعطوف عليه الرذيلة واضح نركز هكذا في الاختبار حرف عطف يفيد الجمع في المعنى حرف عطف لو طلب مني بدل الاستدراك قال لي حرف عطف يفيد المشاركة يفيد المشاركة أي حرف يفيد المشاركة الواو وتكررت طبعا نحن اخترنا فقط الاسئله اللي هي نماذج صيغه من صيغ الاسئله في اختبار من الاختبارات طلب منهم استخراج حرف يفيد المشاركه حرف يفيد الترتيب ومع التعقيب وهكذا زين اذا هذا ما ركزنا عليه في بدايه اللقاء اننا يجب ان نعرف ماذا المعاني التي تفيدها حروف حروف العطف ايضا في اختبار اخر طلب من زملائكم قال لهم ضع الحرف بل مكان حرف العطف في الجملة الآتية مبينا معناها بعد التعديل حرف بل يفيد ماذا؟ حرف بل يفيد يفيد الإضراب يفيد الإضراب ويفيد أيضا ويفيد شيء لأنه لاحظ هنا مبينا معناها هنا السؤال أنت سهل جدا هنا أين حرف العطف؟ لا يوجد عندي حرف عطف إلا ماذا؟ إلا حرف الواو سهل جدا ستضع بل هنا لكن انتبه وركز إلى المعنى ماذا أفادت بل؟ بل عندنا تفيد معنيين، المعنى الأول اللي هو ماذا؟ المعنى الأول تفيد الإضراب. المعنى الثاني تفيد ماذا؟ الاستدراك، ولكن الاستدراك متى تفيد الاستدراك؟ قالنا بعد نفيٍ أو أو ماذا؟ أو نهي، هل يوجد نفي أو نهي هنا؟ لا يوجد لا نفي ولا نهي، يعني ما عندنا أداة تنفي أو أداة كلام مثبت، إذاً إذا أقول بل أفادت ماذا؟ بعناها هنا بل حرف العطف بل وأكتب ماذا؟ الإضراب أفادت الإضراب، زرت في الصيف الجبل الأخضر بل صلالة، لم أزر الجبل الأخضر سهوا، أتت الجبل الأخضر سهوا أو نسيانا فقلت بل إذا أنا أضربت عن زيارتي أي, أي خلاص لم أزر الجبل الأخضر ولكن ماذا زرت؟ صلالة إذا أقول بل حرف العطف بل وأفاد ماذا؟ أفاد الإضراب. واضح إذا هذه الصيغة أخرى من صيغ التي تأتي عليها أسئلة أدوات العطف وننتبه ممكن نغير فقط أو تتغير هنا الأداة ويتغير ماذا المثال وتكون الصيغة نفسها هنا نركز أيضا معرفة المعاني التي تفيدها حروف العطف هي تسهل علينا ماذا استعمالها في الكلام استعمال الاستعمال الصحيح لاحظوا السؤال الآخر أو صيغة أخرى من صيغ الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة إياك أدعو في الشدائد يا ابن الأقارب وعندي هنا أستعمل أداء والأباعد هنا أداة عطف ماذا أستعمل من أدوات العطف هنا لاحظوا عندي لكن أول شيء لما تأتي في الخيار واي سؤال وحتى كان في اي ماده من المواد في ماده اللغه العربيه في ماده التربيه الاسلاميه في الرياضيات في العلوم اختيار من متعدد ما مباشره انا اتي الى الخيار الذي انا ارى انه صحيح واشك انه صحيحا واضعه هنا لماذا هذه ليست صحيحه وهذه ليست الطالب الذكي يعرف ان لكن وبل تفيدان معنى مشترك بينهم اللي هو الاستدراك بعد نفي او بعد نفي او نهي ولكن بل تفيد ماذا؟ تفيد الاضراب، اذا هم يتشاركان في المعنى، ام عرفنا انها تفيد ماذا؟ لها معنيين، يجب ان تسبق باستفهام ويجب ان تسبق بكلمه سواء، هل يوجد عندي كلمه سواء في المثال؟ لا يوجد. هل توجد عندي استفهام؟ لا يوجد استفهام، اذا مباشره اقول عن كلمه ام لا خطا. وهنا اياك ادعو في الشدائد يا ابن الاقارب، اذا الحرف الصحيح هنا ماذا؟ هنا لا، لانه هو افاد ماذا؟ افاد إثبات إثبات الحكم لا تفيد الإثبات الحكم لما قبلها أريد أن أثبت للأقارب أريد أن أثبت أنني أدعو من أدعوك أنت يا ابن الأقارب ولا أدعو ألا بعد إذا هنا لا لأنه هي اللاء اللي تفيد إثبات الحكم لما قبلها أما هذه تفيد ماذا الإضراب والاستدراك لما بعدها لا تفيد لا تثبت الحكم لما لما قبلها الذي يثبت الحكم لما قبلها هو حرف العطف إلا واضح خلونا نشوف أيضا مثال آخر هنا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة قال تعالى في سورة الرعد في الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أنزل من السماء ماء فسألت الماء نزل فسالت الأودية إذا الفاء هنا ماذا أفادت؟ هل نزل الماء يعني قوي شديد فسالت الأودية إذا هو يفيد ماذا؟ هل الجمع في الحكم أو الجمع في المعنى؟ لا النزول غير والسيلان غير هنا عندي نزل وهنا عندي ماذا سالة إذا تفيد ماذا الترتيب حرف الفاء هنا يفيدنا أن ماذا استعمال مباشرة بعد نزول الماء من السماء سالة الأودية حرف الفاء هذا ما, ما نفهم من معنى الآية إذا نقول الترتيب مع ماذا مع التعقيب لو, استخد... لو كان حرف ثم نقول ماذا الترتيب مع ماذا مع التراخي واضح هذا طبعا كان المثال الاخير نهايه درسنا لهذا اليوم، اسال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا قد فهمتم درس العطف، ارجعوا الى هذا الدرس في الكتاب وحاولوا ان تنظروا الى ماذا؟ الى التدري... التمرينات والتدريبات مباشره حتى تترسخ المعلومه في اذهانكم، الى ان نلقاكم في درس جديد، شكرا جزيلا لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احسنتم.